مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم وجبه جدا سهله وسريعه بالتحضير وكتير طيبه، بنصحكم تجربوها. عنا اول شي هوني فليفله مشكله، حبتين بطاطا قطعتن بهيدا الشكل، قشرتن وقطعتن بهيدا الشكل، 3 حبات بندوره صغار، 3 حبات ثوم، 3 جزرات، صدر دجاج قطعتين صدر دجاج حوالي 600 جرام، وكمان بصلتين قطعتهم بهيدا الشكل. وهون عنا ملعقة طعام ملح، ملعقة طعام بهار الكاري، وملعقة طعام صلصة البندورة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا هوني مسكوب مي، بحط بقلب المي هيدول الملاح الكاري الشراب ملح بهار الكاري والشرب، خلطهم منيح مع بعض. خلط منيح ليذوب عنا الشرب. بس دابع لنا الشراب ونخلطه منيح بهيدا الشكل. هلا بدنا نكفي مع بعض. بحطهم فوق الخضرة والدجاج. بخلطهم منيح. بعد ما خلطتهم هلا بحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. بالوقت اللي حطيت فيه الصينية بالفرن هلا بدي اعمل انا وياكم الرز. عنا ملعقة طعام سمنة بحطها بالطنجرة لتذوب. بس دابت السمنة بحط فوقها كوب رز، غسلت الرزات اكيد وصفيتهم. كمان بحط كوب ونص مي، هيدا كوب ونص، هيدا الكوب اللي عيرت فيه لهيدا الرز. عم بعمل انا كمية رز كتير قليلة، يلي بحب رز اكتر بضاعف الكمية او بيعمل المقادير بكوب اكبر. بحط كمان تقريبا ربع ملعقة صغيرة عقدة صفرة، نص ملعقة صغيرة بهار الكاري، ملعقة صغيرة ملح، الملح انتو حسب ما بتحبوا حسب الرغبة. بخلطهم شوي مع بعض. هلأ بتركهم ليغلوا، بنرجع منخفف الغاز. بس غلى الرز وصار فيه مي بهيدا الشكل، شي كتير بسيط. هلأ منخفف الغاز على الأخير وبغطي الطنجرة. بتركهم حوالي 7 دقايق وبرجع بطفي الغاز. هيدي الوجبة بعد ما طلعت من الفرن أخذت بالفرن 45 دقيقة، 3/4 ساعة. وهول الرزات. وجبة إذا ملاحظين كتير كتير روعة وحلوة. منحط الرز.
بنحط على الرز من الخلطة اللي عملتها أنا وياكم. شفتوا منها شكل عن جد كتير كتير رائعة وحلوة، شكلها عن جد كتير حلو وطعمي أطيب من الشكل. يلي بحب بحط مرقة هيك بطر الرز بهيدا الشكل. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتجربوها، عن جد كتير كتير سهلة وما بتاخد أبدا وقت بالتحضير. إذا لاحظتوا عم بعملكم حلويات ووجبات كتير كتير سهلة وسريعة وما تاخد منكم وقت برمضان. بتمنى اللي بيحضر الفيديو يعمل لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.